انا شخصيا انا كما شوفوا احنا دابا كاينين في المدرسه واقفين حتى الان في هذه العمليه ديال مقاطعه التسجيل نظرا بزاف ديال المشاكل اللي وقعوا. لا بالنسبه للطلبه ديال السنه الاولى في التسجيل اللي قبلي كانوا كاينين مشاكل في انهم دخلوا الاوراق ديالهم ولا انهم حتى يقادوا الاوراق ديالهم عطاوهم مده قليله ما عطاوهمش الوقت. ومن فوق هذا الشيء هذا بزاف الناس ما قدروش انهم حتى يدوزوا داك المرحله ديال التسجيل القبلي. غادي تجي الاداره غادي تطالبهم انهم يحضروا معاهم الاباء ديالهم. الناس اللي هما كاين اللي بعاد كاين اللي في الصحراء كاين اللي في الداخله كاين اللي في وجده كاين اللي في طنجه كل واحد فين كاين غادي يجيو في النهار باش يشاهدوا التسجيل. هذا التسجيل اللي كان فيه بزاف ديال المجاوزات القانونيه منهم الحرمان ديالهم واحد الحق اللي هو كان عندهم الابتدائي حق اللي هو اساسي الحق ديال التامين اللي كاين عند اي طالب اللي هو تحرمات منه ويقول لك ما كاينش وحنا كاين ديما عندنا هنا في لينيم. جموع الطلبه واي واحد يعني في الطالب الحمد لله واعيين وعارفين الحقوق ديالهم قاطعوا التسجيل هذا. ما غنجيش نتسجلوا في واحد المؤسسه اللي ما عطيناش حقوق ديالنا اللي هي اساسيه واللي كانوا عندنا من قبل. شافت الاداره هذه المساله هذه شافت باللي حنا ما مسجلينش دارت حركات اللي هما صراحه لا مسؤوله. كانت مثلا اباء ديال الناس والطلبه جاو ما دخلوهمش حتى من بعد قالوا التسجيل غيبدا مع 8 ما خلاهم حتى 10 خلاهم منشورين هنا. شافوا سيدي باللي حد ما غيتسجل لهم طلبنا بالحقوق ديالنا غوتنا قلنا شنو كاين عطى الاداره ما غادي تجي وغتحل لنا المشاكل ديالنا زادتنا مشاكل اكثر سدت علينا مثلا الداخليه مثلا ديال الحي الجامعي واحد سداتو علينا دابا ما قدرناش فين نباتوا فيه. يعني تخيل داك الناس اللي جاو بعاد راه اكثر من هادشي ما غيلقاوش فين يباتوا وما مهتمينش هما اصلا يلقاوهم فين يباتوا. من بعد ما غير هادشي هذا باش شفنا الاداره حنا مثبتين بالحقوق ديالنا ما غادي نسمحوا فيهم. ناض كتهمنا باتهامات باطله بتشوه الصوره ديالنا تبع سياسه ديال الشيطانات العدو. وحنا زعما حنا مجرد طلبنا بحقنا قلنا هادشي اللي كاين هي غادي تقدم بيان تخرج فيه تشوه الصوره ديال المدرسه من ناحيه الطلبه ديالها من ناحيه المؤسسه الاساتذه والاوطه اللي فيها كيفاش جايين من ناحيه حتى ديال الخريجين ديالها. انا طالب ان شاء الله نتخرج غنقبل على سوق الشغل غنلقى واحد غيقول لي واش نتوما هما دوك الناس ودوك الناس غيشكل لي مشاكل مع والدي مع عائلتي. وكاين الناس اللي عاد جاو جداد غتهمهم انت بدوك التوهم هذوك. صراحه الله من هذا منكر الصراحه ونتمنوا زعما من السلطات ونتمنوا من المسؤولين الكبار انهم يشوفوا لنا هذه الحاله هذه ويحلوا لنا هذه المشاكل. جينا كنتفاجئوا باش نديروا اعاده تسجيل الموسم الجامعي 2023 2024. فدا بينا كنتفاجئوا بان لي سيت يونيفرسيتير مسدودين في الوجه ديالنا. كما حنا قطعنا التسجيل وعدد التسجيل المشاكل عديده ومن بينها لاسيرونس حيث لا يعقل بان سنين وسنين والمدرسه هي اللي كتكفل بلاسيرونس ديال الطالب وهذا حق مشروع للطلبه. فاننا كنتفاجئوا هذا العام بان اداره المؤسسه كتقول لنا كل طالب خاصو يدير لاسيرونس ديالو ولكن لاسيرونس ديال الطالب المهندس خاصها تكون من لدن وتحت اشراف المدرسه. هذا الشيء كيعطينا امتيازات لا حنا الطالب المهندس لا المدرسه في حين الا طرات شي مشكل لا قدر الله. كما كنلاحظوا بان الاداره استوجبت هذه المقاطعه هذا بواحد البيان اقل ما يقال عليه هو بيان خزي وعار الذي يمس بالكرامه ديال الطالب المهندس الانيميستي وكيشوه بالسمعه ديالو خصوصا بانه هو مشرف على سوق الشغل. يعني ما بقى والو لينا سوق الشغل واذا الاداره كتشوه بالسمعه ديالنا وكتلقى علينا اكاذيب التي لا اساس لها من الصحه. في حين بانني انا كنقول باللي خاص التركيز على على مجالات عده ابرزها الشق البيداغوجي والشق المطعم الشق الداخليه حيت انا كنعايش عندي زملاء ديالي طلبه فانهم رجليهم منفوخين دابا وكيعانوا من البق. يعني المشاكل اللي كتكون في لانتيرنا بحال البق بحال كيكون الحيوانات اللي هما صغار كيعضوا. وحنايا كنستنكروا هادشي اللي كدير به الاداره وكندعوها بانها تحل المشاكل اللي هي اهميه وتسهل السيروره ديال هاد الانسكريبسيون والغيانسكريبسيون لان اباء جاوا من بعاد كاين اللي جاي من الصحراء كاين اللي جاي من وجده. يعني خاصنا نلتفتوا لهذا الشيء ويعني لا يعقل بان تكون عرقله ديال هذا التسجيل وعدد التسجيل بينما في هذه الاعوام الفائته كنلاحظوا بان هذه العمليه كتتم بسهوله تامه وهادشي اللي كاين. وتحياتي انايا بهذا الشيء اللي شفت انايا في هذه الثلاث ايام اللي دازت
كيبين عن عبثية في اتخاذ القرارات او اتخاذ التدابير من طرف الإدارة، وعن صراحة عن قصور في تدبير هذه المرحلة عادية اللي هي مرحلة تسجيل وإعادة تسجيل. بصفتي طالب سابق في المدرسة العليا للمعادن للرباط، شفت شي مناظر اللي صراحة انا عمرني ما شفتهم في الفترة فاش كنت طالب هنايا، من قبيل انه تسدوا البيبان ديال لي سيتيك في وجه الطلبة لأسباب اللي غير مفهومة. وأكثر من ذلك النهار اللي جاوا لي بروميير غاني تقيدوا وجايين معاهم والديهم، مع العلم أنه راه كاين اللي ضارب 10 السوايع ديال الطريق، 12 ساعة ديال الطريق وضارب طوالة، فإذا به كيتفاجئ بأنه الباب ديال البرانسيبال مازال مسدود، وكيتفاجئ بأنه مازال ما كايناش استفادة من الغرف. طلبة والحمد لله هنايا لي زينيميست كيف ما معروفين راهم تعاونوا معاهم، تضامنوا معاهم، وفروا لهم لي شومبر، وراهم كيحاولوا ما امكن انهم يوفروا لهم حتى الماكل. هذا من جهه الطلبه. اما من جهه الاداره فدائما انا بصفتي خريج كنستنكر الافعال ديالها، وكذلك المماطله ديالها، وعدم الخروج ديال المواجهه ديالها للطلبه. فعلى سبيل المثال النهار فاش تسدات السيتي يعني التسجيل ديال لي بروميير اني، كنلقاو كان المشكل ابعدها ديال انه في لانسكريبسيون ديال البروسيدور دانسكريبسيون كانت ناقصه فيها التامين يعني لاسيغونس، وهذا الشيء اللي عمره ما كان. حنا في الوقيته ديالنا كانت ديما لاسيغونس كتكون على حساب المؤسسه، الطلبه بغاو يمشيو يتقيدوا في لاسيغونس عند لي زاسيغونس، قالوا لهم هذا الشيء هما بروسهم لي زاسيغونس، تما قالوا لهم بلي هذا الشيء راه ماشي معقول، وبانه راه لي زيكول ديما هي اللي كتوفر لي زاسيغونس الطلبه ديالها. من بعد مني جاوا بغاو يتواصلوا مع المدير باش يشرح لهم هذه القضيه وعلاش دارت، بدا كيعطي شي اعذار او شي مبررات اللي غير منطقيه ومتناقضه، وبدا انا بصفتي بدا بصراحه كشاهد عيان بدا كيدخل ويخرج في الهضره. من وراها مني جاوا الطلبه يحاولوا انهم يصحوا، وبدا كيطلق مغالطات فوق ذلك، بغى يحاول انه يوصل الاباء ديال الطلبه ديال السنه الاولى، طلبة الجدد، يوصل لهم مغالطات على الطلبه ديال السنه الثانيه والسنه الثالثه وعلى الشق النضالي اللي خداوه. مني جاوا الطلبه ديال المعنيين بالامر يحاولوا انهم يصححوا هذه المغالطات، المدير تهرب، وما بعد ذلك مباشره كنتفاجئوا باصدار بلاغ، اللي انا بصفتي انا كخريج كيبان لي اقل ما يقال عنه انه بلاغ عبثي، وكيضرب في السمعه ديال الطلبه والخريجين على حد سواء ديال المدرسه الوطنيه العليا للمعادن بالرباط. وهذا فعل غير معقول، ويبين عن عبثية في اتخاذ القرارات، لانه انت كمدير كتضرب في واحد المؤسسه ولا واحد المدرسه اللي انت اللي مسؤول عنها. واكثر من ذلك تفاجئنا من بعد انه بدات كدور شي هضره انه مشى كيوصل بعض الاباء انه كاين تصرفات لا قانونيه من قبل بدا كيضرب في الاعراض، بخلاصه بدا كيضرب في الاعراض ديال البنات وولاد المؤسسه. يعني هذا يدل على انسان اللي ما كيعرفش يحسب الخطوات اللي كيتاخذها، انسان اللي ما تيخممش مزيان، ما تيفكرش مزيان، وبالتالي فعبثيه راه هادشي اقل ما يقال عنه انه عبثيه، وماشي في صالحنا حنا كطلبه ولا خريجين ديال المؤسسه ديال المدرسه الوطنيه العليا للمعادن بالرباط. وانا اعلن عن تضامني كخريج مع هاد الطلبه هادو، وكذلك على يقين بانه خوتي الخريجين حتى هما غادي يوقفوا مع هاد الطلبه، واشجعهم على المضي في هاد الشق النضالي حتى تحقق المطالب المشروعه ديالهم، وإن شاء الله ما يكون الخير. والسلام.